الشمس هي يا جماعة ظهرت، شايفين الشمس بيضة يا جماعة، وعلى ما أعتقد ملهاش شعاع. أنا مش شايفة شعاع وأنا ببص فيها، يعني أنا بص فيها بعناية، قادرة أبص فيها مش عارفة، الله أعلى وأعلم. بس أنا حاسة إن الليلة كانت ليلة 25، كانت هي ليلة القدر. مفيش شعاع للشمس خالص، لو انتوا شايفين في شعاع حواليها بس أنا مش شايفة. يا رب تكون ليلة القدر، وتكون كانت ليلة القدر، سواء كانت ليلة القدر أو مش هي، احنا مكملين وبرضو قدامنا لسه 27 و29، ان شاء الله هنجتهد فيهم بإذن الله. احنا مش هنسيب اليومين دول، بس هي انا حاسة انها كانت ليلة 25. هي الشمس بدأت تظهر اكتر اهي، وزي ما انتوا شايفين مدورة خالص، يعني مفيش حواليها اي شعاع. انا هحاول اكبر لكم الصورة كمان، اهو شايفين انتوا ملاحظين في اشعة ولا حاجة حواليها؟ انا مش ملاحظة اي اشعة حواليها، وانا ببصلها اهو، ببصلها بملي عيني منها، ومش يعني انتوا فاهمين. ف مش عارفة تشبه القمر والله يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، يا رب تقبل منا، يا رب تقبل من كل اللي أقام ليلة 25 وكانت هي ليلة القدر، تقبل منا جميعا يا رب، تقبل منا واكتبنا من عتقائك يا رب العالمين، يا رب تقبل منا، وتقبل منا ان احنا سهرنا لحد ما نشوف ونتحرى الشمس ونتحرى ليلة القدر. وهي يا جماعة الشمس بدأت تظهر اكتر واكتر، وبرضو انا لسه ببص لها، يعني انا لسه مملية عيني منها وقادرة ان انا ابص لها. ودي زي ما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال، ان هي تكون بيضاء وبدون شعاع. انا مش شايفة حواليها شعاع خالص خالص اهو. وانتوا برضو هتقولولي رأيكم في الكومنتات، بس طبعا في الاول وفي الاخر الله اعلى واعلم. احنا بنتحرى بس وبنصدق على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وانتوا هتقولولي في الكومنتات انتوا شايفين اشعة حوالين الشمس ولا لا. اهي الشمس ظاهرة قدامكم اهي، انا مكبرة خالص اهو، وبدون شعاع خالص. وهي كل مادة بتبيض يا جماعة، يعني هي بتبيض اكتر كل شوية، بتبيض اكتر. الله اكبر الله اكبر، ربنا يتقبل منكم جميعا يا رب، ويتقبل منا صالح الاعمال. بالله عليكم، طبعا احنا زي ما بنقول ربنا اعلى واعلم، احنا مش عارفين ان كانت هي ولا لا، فعشان كده مش هنفوت ليلة 27 وليلة 29. برضو ان شاء الله هندعي، وهندعي كتير جدا، وربنا يتقبل منكم قيامكم وصيامكم واحتسابكم لهذا الشهر الكريم كله ان شاء الله عند ربنا. وما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين الشمس يا جماعة؟ ما شاء الله ما شاء الله، الشمس بيضة بيضة خالص اهي، وبدون اي شعاع. لعلها يا رب تكون كانت ليلة القدر، والسماء صافية جدا، شايفين السماء.
السماء صافية خالص يا جماعة اهي، والشمس بيضت خالص، لا بيضت خالص خالص اهي، الشمس بيضاء اهي اهي يا جماعة. انتوا قولولي بقى بالله عليكم، يعني انتوا طمنوني برضو، قولولي في الكومنتات انتوا شايفينها ايه، وربنا يتقبل يا رب، ربنا يتقبل يا رب، اجعلنا من عتقائك يا رب في هذه الليلة يا رب، يا رب اجعلنا من عتقائك في هذه الليلة يا رب العالمين. وكل سنة وانتم بألف خير، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. ما تنسوش بالله عليكم قولولي في الكومنتات وطمنوني، انتوا شفتوا اللي انا شفته ولاحظتوا الشمس اهو، شايفين شايفين، انا مش قادرة والله، ما قادرة اغير عيني من عليها، يعني ما شاء الله. ربنا يتقبل يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.